امتى قالوا لك رح يخرجوه؟ ما بعرف، يمكن بهالكام يوم رح يطالعوا. هذا الجرح اللي فتح لك يا فرحات بمعدتك؟ والله مو قليلة 4 سنين وانت قاعد جوا، اكيد كانت صعبة. الله لا يوقع حدا هالوقعة. لسه من كم يوم كنت بدك تقتله بايدك لفرحات، لو قتلته شو كان صار؟ مو كنت رح ترجع تنسجن؟ انا لو قتلته ما كنت رح فوت على السجن. وشلون ما بدك تفوت؟ اكيد كنت ناوي طوّس حالك. غبي. انا ما رح فوت على السجن بنوب، يعني مستحيل انه عيدها مرة تانية. شو ما صار ما برجع لهنيك. ان كنت جوا وان كنت برا، بالنسبة لك ما رح تفرق كتير معك، لانك حتى وانت برا حابس حالك بين 4 حيطان. سكر على هذا الموضوع. ما رح سكر. وبدك تحكي، نسيت انك مديون الي ولك بسببك انت انتهت حياتي؟ شو ما بسألك ليلة بتجاوبني؟ بدك تحكي عن حياتك ومن اولتها لاخرتها. ولك حل عني يا بعدين، انت ما عاد الضابط فليش عم تحقق معي؟ عن جد وضعك صعب كتير. بتعرف عم فكر لو كنت محلك شو ممكن اعمل؟ يعني حتى لو كنت رح موت من حبي، ما بفكر مجرد تفكير اني ارتبط بخطيبة اخي. يا سيدي حتى ولو منفصلين، القصة ما لها سهلة ابدا. عن جد الله يعينك ورطة. والمشكلة انه البنت دائما قدام عيونك، حتى لو بدك تنسى ما بتقدر. عن جد صعبة. ايه، ولهيك انا كتير حابب سافر وما بقى ارجع. لك شو عم تحكي، جنيت انت؟ كيف بدك تترك ابوك لحاله وهو مريض بالقلب؟ كل ما ضليت هون اكتر بالنسبة لابي رح تصيبه كتير جلطات. وهي امك تركت البيت، شو بدكم تتركوه عايش لحاله يعني؟ لك كيف بده يدبر اموره؟ مو مشكلة، بجيب حدا يقعد معه وما يتركه. يعني انت اخذ قرارك بالسفر. طيب يا ترى فكرت شو رح تشتغل هني؟ ايه طبعا فكرت. الشغل اللي عم بعمله هون ناوي ساويه هنيك وابدأ من الصفر، يعني بالنتيجة رح اشتغل بمصلحتي والأمور رح تكون أحسن هنيك. لو سمحت الحساب صار 550. أنا بدفع. لا لا علي، لو سمحت والله أنا بحس. أنا بدي أدفع خلاص. شكرا لك. تفضل. شكرا لك. عفوا حبيبي. وأنا كمان بشجعك إنه ما تبقى هون. وانا قلت لك الأفضل إني أروح، والله مليت من هالحالة هاي. الله يكون معك.